حضرتك اشرت فعلا يا استاذ رشا، هو فعلا النهارده يوم الاحد معروف انه برضه بيبقى اهدى مرضيا، يمكن اهدى من يوم الاثنين. ولكن طبعا اللي بيهمنا بصفه عامه ان حتى الان ما عندناش اي معوقات، ما عندناش اي حوادث غير طبيعيه مؤثره على الحركه المروريه، وده اللي يهمنا في المقام الاول. بخلاف كده ان هو تعتبر معظم المحاور تعتبر الكثافات المعتاده واليوميه عليها. هنظهر من خلال حضراتكم برضو ايه المحاور اللي الكثافات عليها ازيد، فنقول برضو المحاور البديله بالنسبه للساده المسلمين يقدر يحدد طريق رحلته ايه اللي هتبقى افضل بالنسبه له. هنتكلم بالنسبه لكوبري اكتوبر، وكوبري اكتوبر يعني في الاتجاهين ما عندناش اي معوقات، في سيوله مروريه، وكنا طبعا النهارده لحد بنفضل كوبري الجلاء. موضوع طبعا النهارده بيبقى معظم المحلات في اجازه، فيعتبر محور مروري مثالي بالنسبه للمتجه الوسط الترا، او هيستكمل عن طريق دفع نظر ويستكمل بالقاهره من مدينه نصر. طبعا هيبقى افضل من اكتوبر، لان معدل الكثافات على اكتوبر لما بيزيد ما بيبقاش ليه اي حلول خالص. انما يوصل برضه ده ليه اكثر من حل. بالنسبه للي جاي من مناطق 6 اكتوبر وشيخ زايد، بدات تنحصر فعلا كثافات اعلى 500 مايو بسبب دخول بقى مجمع المدارس بتاع الزمالك ده. الحمد لله تاثيره النهارده محدود، يعني نقدر نقول نهايه الكثافات في جانب السانك يعتبر معدل مروري كويس جدا. وزي ما اشار عاصمه مصطفى ابراهيم المتجه العكس بقى لمحور 26 يوليو، محور 26 يوليو بيسحب كويس جدا جدا معانا، يعني اللي طالع من ميدان لبنان او قادم من القاهره وهيستكمل لما مرابط 6 اكتوبر وشيخ زايد، حاله مروريه مرضيه تماما. بالنسبه للناس حاليا عناصر سياسه بالهرم وهتستكمل في القاهره عن طريق كوبري عباس او كوبري الجامعه، هنستبعد طبعا كوبري عباس اللي بدا تظهر عليه شركات مرتفعه يمكن اكثر من اي معدل، بدا تظهر شركات للبحر الازرق ودي بتتم التنسيق فيها طبعا مع السياسه القاهره. ولكن الجديد بتاع كوبري الجامعه انا مش سامع حد، انت سامع يا احمد؟ اعتقد ان في مشكله، مشكله في الصوت. يعني سياده العقيد وائل طاهر، هو حضرتك لسه معانا ولا الصوت؟ يا فندم مع حضرتك. معلش ممكن تعيد الفقره الاخرانيه لان احنا ما كناش سامعين حضرتك كويس. بالنسبه لحضرتك احنا كنا بنتكلم على اللي جاي من فيصل والهرم وهيستكمل لمناطق القاهره، هنستبعد كوبري عباس اللي بدا تظهر عليه كثافات مرتفعه، بدا توصل الكثافات دي لحد البحر الاعظم، فيعني الكوبري الجامعه هيبقى بديل افضل بكتير جدا عن كوبري عباس. هننزل شارع حضرتك الجامعه وبعد كده للنهضه وبعد كده ناخد كوبري الجامعه، يبقى بديل افضل. بالنسبه للقادم مناطق الدائري ونازل لمناطق الجيزه ومتجه لمناطق جامعه القاهره او الدقي او فيصل او الهرم، محور سطر يعتبر الكثافات عليه النهارده متوسطه، ما بنحتاجش تغيير اي مسارات. محور عرابي محور ممتاز جدا حاليا، الحاله المروريه عليها ممتازه، اعمال مترو الانفاق اللي موجوده في شارع احمد عرابي تاثيرها على الحركه المروريه بسيط جدا. اللي جاي من مناطق شرق القاهره والتجمع والمعادي عن طريق محور مروريه، شارع البحر الاعظم حتى الان بيشهد سيوله مروريه، هنجد بعض الكثافات المروريه بدات تظهر في شارع النيل السياحي نظرا لاعمال نفق نهضه، ولكنها برضو كثافات متحركه. اخيرا اهم المحاور الداخليه داخل الجيزه دي بتهم كتير جدا من الساده المشاهدين، شارع النيل عندنا في الاتجاهين حاله المروريه عليه مرضيه تماما، شارع السودان الكثافات المعهوده امام محطه المترو دي بتاثر على جامع من فيصل، ولكن النهضه تعتبر اقل من معدلها برضو اليومي. شارع جامعه الدول العربيه حتى الان بدون اي معوقات، جميع المحاور اللي عليه تعمل بطريقه مرضيه تماما. اخيرا شارع فيصل وشارع الهرم بجميع قطاعاتهم حاله مروريه عليه اقل متوسطه، بدايه مطلع كوبري فيصل وبدايه مطلع كوبري الجيزه بعض الكثافات المتحركه ولكنها برضو اقل من معدلها اليومي. يعني بصفه عامه نقدر نقول الحاله المروريه مرضيه تماما بجميع قطاعات الجيزه، ما عندناش اي معوقات، ما عندناش اي حوادث مؤثره تاثير سلبي على الحركه المروريه. اتمنى من خلال حضراتكم طبعا الامن والسلامه لجميع مشاهدينكم الكرام وجميع قائدي السيارات ان شاء الله.